انا متحمس جدا للفيديو بتاع النهارده لان انا معايا معلومه حلوه جدا لكن في نفس الوقت سهل انك تفهمها. يا ترى ايه الفرق ما بين on charge, in charge, against charge, without charge؟ ما تيجي نعرفهم مع بعض في السريع كده لانهم جامدين جدا ومعانيهم حلوه. طبعا كلمه charge ليها معاني مختلفه بس معناها بيتغير حسب حرف الجر اللي جاي قبلها. تعال نبتدي مع بعض بـ in لما بتيجي مع charge الأول. in charge معناها مسؤول عن، يعني I am in charge of this team، بتيجي مع of، يعني أنا مسؤول عن التيم ده. أو مثلا he's in charge of the company، هو مسؤول عن الشركة. أو in charge of the factory and so on. يبقى in charge بالذات مع of هو مسؤول عن، او ممكن اقول بس he's in charge يعني هو المسؤول. معنا بعد كده on charge. on لما بتيجي مع charge، charge هنا بيبقى معناها شحنة كهربائية، او بمعنى اخر on charge يعني على الشحن. يعني مثلا put my battery or yeah put my batteries on charge، يعني حط البطاريات بتاعتي على الشحن، اشحنهم. او مثلا put my phone on charge. اوكي، يبقى on charge معناها على الشحن او حاجة بتتشحن دلوقتي وبيوصل لها الكهرباء. تعال بقى نخش مع بعض على اخر حاجة وهي without charge وagainst charge. without charge يعني بدون تكلفة اضافية او مجانا. مثلا انا في فندق بقول لهم can I get the wifi please؟ he will tell me definitely and it's without charge، يعني بالتأكيد وهو كمان مجانا. اوكي، لكن ممكن يقولوا لي well yeah you can get it but it's against charge، ممكن تحصل عليه لكنه بتكلفة إضافية. يبقى charge هنا مع without ومع against بيبقى معناها تكلفة. without charge بدون تكلفة مجانا، وagainst charge يعني بتكلفة إضافية. يبقى دي كانت المعاني المختلفة لـ charge مع حروف جر مختلفة. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.